قولوا مجمع ومصاعد كهربائية زينتها لمسة إنسانية تجلت في تجهيزات عديدة موجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. بهذا نحن وصلنا إلى ختام فعالية تشييد الطريق الحديدية سعيد فرندا مسافة 120. كما سيتم شروع انتظام الحفر الذي يربط ما بين سندوب والشعر على مسافه تقريبا 1000 كيلومتر. اذا تحديه كبيره تنتظر ان شاء الله، وبهذه الانجازات ان شاء الله سوف تخرج كل مناطق البلاد من العزلة. انتم تعرفوا اهميه السكه الحديديه بالنسبة للحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في البلاد. وأغتنم مرة أخرى هذه الفرصة لأتوجه إلى المستثمرين كي يقتحموا هذه المناطق الداخلية، بحيث اليوم نقولها بكل اعتزاز وبكل افتخار أن كل الضروريات موجودة. الحمد لله بالنسبة للطرقات، راكم شفتوا واش عندنا آلاف الكيلومترات في الطرقات، الغاز الطبيعي، الكهرباء، المطارات،
والسكة الحديدية. إذا يبقى علينا كلنا كلنا العمل إن شاء الله باش نلاحظوا في هذه إن شاء الله ونشوفوا إن شاء الله بمعايير جميلة إن شاء الله. نحاول نقدم الى الامام في جزائر جديده وشوفوا مرحبا بك. كونسيرنو شويه القطار السريع اللي كان بيسعد في البداية تاع المحطه ما راهش كاين ضروري هذاك مانيش عارف فراديو فراديو القطار السريع هذاك الاول اللي بدا معنا القطار ديجا هذا 160 كيلومتر الساعه واللي كان الاول كان 160 160 ان شاء الله نزيدو ان شاء الله. والطريق السيار تاع الارسيس هذا كان في الهضاب العليا اسكو كيف البروغرام تاع الجوبرنمون انا عطيتك التوضيحات هذا طريق سيار قطون لا نبقاو في السكه الحديد يجيك السيد وزير الفشقه العموميه تروح للسكه الحديد. شكرا 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 شك